في الامور الشكليه البسيطه يعني. يعني مثلا انك هو راتبه مثلا 500 جنيه ويقول ان راتبي يكفيني، مش لازم يقول لنا 500 جنيه بالضبط يعني، مش لازم يعطي ارقام، يعطي اشياء انه يكفينا سوف نتقدم. بس المرتب لا اظنه شيء صغير، مهم المرتب. صحيح، لكن احيانا في بعض الشباب خاصه بعض الشباب يدعي ان راتبه 1000 دينار 2000 3000 5000 6000 وحقيقه هو عليه ديون. عرفت كيف؟ هذه من الحاجات اللي لاحظناها من الاستبيان اللي درناه على الشباب والشابات. احيانا تسال شو مستواك التعليمي، هو ممكن لم يكمل حتى الابتدائيه او لم يكمل الاعداديه، يستطيع ان يقول ليس لدي شهادات ولكني لدي القدره على العمل وعلى الانتاج ولدي القدره على ان ابني لك بيتا او اقوم بكسائك وغذائك ودوائك وما تحتاجينه. العبره ليست في الشهادات. اخي اختي بنتي، لا، الزواج ليس شهادات جامعيه، بل الزواج عشره الى الابد. انت كانسان، كبدن، كفكره، كعقل، كتوازن، كدين، هذا هو الزواج. نعم، الآن ما ذكرته أستاذ طه